حليف الكرملين الأول مينسك يكشف عن قدرات بعض جنوده العسكرية بعد مرور عام على الصراع في أوكرانيا. ما هي هذه القوات وما هي قدراتها وكيف تجري تدريباتها العسكرية العربية؟ أول فريق يدخل إلى القاعدة 38 للإنزال والهجوم الجوي على الحدود البيلاروسية الأوكرانية والبيلاروسية البولندية. عشرات الجنود البيلاروسيين تبعثروا في باحة الميدان العسكري، ولكل منهم مهمته الخاصة. نحن القوات البيلاروسية مستعدون دوما للدفاع عن بلادنا مهما كانت الظروف صعبة ومهما تغيرت المهمات القتالية. خطط الهجوم الجوي ظهرت بوضوح خلال عمليات التدريب، مهام عدة لرفع قدرات القوات. تقوم الآن بعض فرق الإنزال بإجراء محاكاة للسيطرة على منطقة حدودية، من مهامها إنشاء خط دفاع حسب رواية القائمين لحماية حدود البلاد. نحن نفتخر بكوننا أحفاد أبطال الحرب العالمية الثانية، ولهذا نحتفظ في مدخل قاعدتنا بالكثير من قطع أجدادنا العسكرية. في الداخل معرض سنوي لذكرى الأجداد، مهمة تحضير طويلة مرتبطة بعمر الأزمة بين موسكو والغرب. عبد الجواد الروشت، العربية، بريست.